ذكرياتك مع الوالد سيد يوسف الرفاعي؟ والله درست عنده ومجتمع معه، كل مناسبة نجتمع معه، واحيانا سوقي نروح على الديوانية، وخاصة في ايام المواليد. ما شاء الله. الحين انتم سيدي المشايخ اللي مثلك من الحلبية والشامية والحمصية هون بالكويت، كم عددهم منهم؟ مين الشيخ احمد سرانك، عبد الله جيب سالم، ومين؟ والله ما يحضروني لانه اجوا شباب بعدنا من جيل اولادنا. لا جيلكم انتو بس، انت واسمك الكريم فائز عثمان. عثمان انت والشيخ احمد سرانك والشيخ محمد سرانك وعبد الله نجيب سالم، واخوه الشيخ عبد الله مصباح، محمد مصباح. والقديمين يعني الان ما يحضرها الشيخ زهير حموي ايوه، والشيخ موسى الاسود. الله، هؤلاء من طبقتنا يعني. اما اللي اجوا بعدنا بكثره لكن يعني من جيل عيالنا. صح. وانتم كلكم من مذهب شافعي حنفي حنبلي مالكي؟ لا، اغلبهم شافعي، انا حنفي المذهب. ما شاء الله، الله يعطيك الصحه. مدرسه الكلتاويه صح كان مذهب واحد، يدرسون الطلاب مذهب واحد وهو الشافعي، بعدين فيما بعد عددوا. مذهب المدرسه الشعبانيه يخيرون افراد. الله، شوف من ادب العلم. وكان الشيخ عبد الله سراج الدين حنفي المذهب. الله رحمته، ورفاعي المشرب. الله اكبر، رحمه الله عليه. وهو زار الكويت هنا؟ ما ادري والله. لا، الوالد بال80 دعاه هون وعزمه بابراج. والد سيد الاستاذ شمس احمد رفاعي زين الشيخ رفيع رفاعي الصف، الفاتحه على روح الوالد الشيخ سيدي سراج الدين جميع اولياء الله الصالحين في يوم الجمعه والملائكه متجمعه. بسم الله الشيطان الرجيم. آمين. وانت حاليا بين مسجد مولانا؟ انا في سيدي شويخ السكنية، مسجد قطامي يعقوب الغانم. يعقوب الغانم امام في الاوقات العادية، القطامي اخطب الجمعة بس. ما شاء الله، منذ 8 سنوات. تستاهل مولانا، الله يبارك. شكرا سيدي، دعواتكم شكرا طال عمرك.